الرابطة الكهربية أو الأيونية. تسمى الرابطة المتكونة بين الذرتين من خلال انتقال إلكترون أو أكثر من الذرة الموجبة كهربياً أو العنصر الفلزي إلى الذرة السالبة كهربياً أو العنصر الغير فلزي بالرابطة الكهربية أو الرابطة الأيونية. نعلم أن التوزيع الإلكتروني للصوديوم هو 2 و8 و1، ولديها إلكترون واحد في المدار الخارجي، وبمنح هذا الإلكترون فإنها تصل إلى التركيب الذري للغاز الخامل نيون 2 و8، بينما التوزيع الإلكتروني للكلور 2 و8 و7، ويحتاج إلى إلكترون ليصل للتكافؤ الثماني ليصل للتوزيع الإلكتروني للأرجون 2 و8 و8. وهنا يحتاج الصوديوم إلى كمية كافية من الطاقة، والتي تساوي طاقة التأين، والذي يساوي 490 كيلو جول لكل مول، وهذا ليفقد إلكترون المدار الخارجي ويعطي أيون صوديوم موجب الشحنة. وكما أن الطاقة تستهلك في هذه العملية ويطلق عليها عملية مكتسبة للطاقة، وعلى النقيض فإنه عند اكتساب الكلور للإلكترون فإنه يطلق طاقة مساوية للجذاب الإلكترون لذرة الكلور، والذي يساوي 349 كيلو جول لكل مول ليعطي أيون الكلور. ونظراً لانطلاق الطاقة في هذه العملية، لذا تسمى عملية مانحة للطاقة. ومن ثم الأيونات المختلفة في الشحنة التي تكونت يكون لها قوى جذب قوية، والتي يطلق عليها قوى الجذب الكهربية الثابتة. وتقرب هذه القوى الأيونات من بعضها لتكون رابطة أيونية، لذا تكون القوى الكهربية الأساس للرابطة الأيونية. ويسمى عدد الإلكترونات المفقودة من ذرة أو المكتسبة من الذرة الثانية بإلكترونات التكافؤ. ومن ثم فإن تكافؤ الصوديوم والكلور يساوي 1، ويمكن القول إنهم أحادي التكافؤ. وبالمثل من تكوين أكسيد الكالسيوم، يعطي الكالسيوم إلكترونين للتكافؤ ليعطي Ca+2، ويكتسب الأكسجين الإلكترونين ليعطي O-2. لذا تكافؤ الكالسيوم والأكسجين 2 أو ثنائي التكافؤ.